هو كبير استراتيجي الأسواق في شركة ADS Securities. مرحبا بك سيد نور. فيما يتعلق بهذا الأمر يعني وسهل. وأهلا بك. نذهب إلى الين واستمراره، استمرار اعتباره كملاذ آمن خصوصا مع هذه التطورات السلبية وأيضا توقعات مستويات النمو. إلى أي مدى ممكن فعلا للين أن يواصل ارتفاعاته، وكم أيضا هذا يعرقل الإجراءات التي يقوم بها المركزي الياباني للحد من هذا الارتفاع؟ نعم، هذه المشكلة على مدى طويل وليست على مدى قصير. شاهدنا خلال الفترة الماضية أو منذ ديسمبر كان الدولار مقابل الين عند حوالي 124، بعدين شاهدنا انخفاضه إلى حوالي 110. الآن قد نعود إلى مستويات 110، لكن البنك المركزي في الغالب لن يسمح بانخفاضات بأكثر من ذلك. اليوم شهدنا أرقام من ناحية الاندستريال برودكشن كانت نوعا ما إيجابية، لكن الريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة كانت نوعا ما مخيبة للأمل. لذلك أعتقد أنه مهما حصل في الوقت الحالي مستويات 110 قد تكون قاع جديد قد نصل إليه خلال الفترة المقبلة، حتى نشهد أي تدخل من قبل البنك المركزي، ليس من خلال فقط تخفيض أسعار الفائدة على الودائع، لكن زيادة التيسير الكمي هو الذي قد يضغط على الين، وهذا شيء أيضا لا يعتبر شيء محتوم. نور، على كل يعني ربما البيانات التي تصدر الحالية من الولايات المتحدة قد تكون ملفتة، وخصوصا أرقام البي ام اي من شيكاغو والتي تدهورت يعني بشكل واضح 47.6 لشهر فبراير. يعني كيف نقرأ اليوم هذا التضارب في البيانات الاقتصادية؟ كانت يعني شهدنا بعض الأرقام الإيجابية يوم الجمعة، اليوم نعود إلى هذه الأرقام، كيف تفسر هذا التضارب نور؟ نعم، اولا من ناحيه اذا نظرنا الى كل الاندستري برودكشن او كل القطاع الصناعي، ان كان سواء قطاع الصناعات التحويليه او قطاع الصناعي شهدناه في شيكاغو بسبب ارتفاع الدولار الذي شهدناه طوال الفتره الماضيه، هذا القطاع الان في مرحله ما يسمى بالركود او بالريسيشن. شهدنا نوعا ما انخفاض ايضا وركود بالسيرفيسز، لكن الان وهو الاهم في الوقت الحالي انه يعني الارقام التي شهدناها يوم الجمعه، مؤشر كور بي سي اي برايس اندكس او مؤشر الاستهلاك الاساسي بالولايات المتحده الامريكيه، هذا الشيء وصلنا الى 1.7. الفدرالي يريد مستويات 2%، بمعنى انه ارقام يوم الجمعه اثبتت نوعا ما للاسواق بانه جانيت يلن او اتخاذها لقرار يوم ديسمبر من 17 ديسمبر برفع اسعار الفائده قد يكون قرارا صحيحا، وانه من الممكن بالفعل الفدرالي اخذ هذه الخطوه بشكل اقرب مما نشهده من قبل او من التضخم. لذلك الان المهم هو السستينابيلتي او هي استقرار هذه الارقام عند 1.7. إذا شهدنا بالفعل هذا الاستقرار، نعم من الممكن أن نشهد المزيد من رفع أسعار الفائدة، لكن تعديل هذه الأرقام هنا يمكن نوعا ما سيعيد مرة أخرى الحديث عن أنه قد لا نشهد رفع أسعار الفائدة. الأهم من كل ذلك الفيد فند فيوتشرز في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآن لا زالت تسعر 10% احتمال أن يتم رفع أسعار الفائدة في مارس، وأيضا الأهم من ذلك الذي سيحدد أكثر هي الأسواق الأمريكية، فيما لو شهدنا انخفاضات حادة بالفعل خلال الفترة المقبلة هذا الشيء الذي قد يبقي الفدرالي نوعا ما بعيد عن رفع أسعار الفائدة. وهل سيأتي إلى ذكر أو التعويل بشكل كبير ربما على بقية الاقتصادات خصوصا بالنسبة للاقتصادات الناشئة؟ يعني هل سنرى توسع في نظرة الفدرالي لتأثيرات الاقتصادات وأيضا لأسعار الطاقة؟ بالتأكيد إذا رجعنا يعني فترة اجتماع ديسمبر الفدرالي ذكر أنه غير مهتم أو غير ليس يعني حذر من ناحية أو غير مقلق من ناحية الصين، لكن في يناير ذكر أنه قلق مرة أخرى من الصين. الآن المشكلة لا تكمن فقط في الصين، الاقتصاد العالمي بشكل عام، تحرك الصين اليوم حتى أنه ممكن أن يكون إشارة جديدة للفدرالي بأنه حاولوا عدم رفع أسعار الفائدة، فيما لو تم ذلك سيتم الضغط على اليوان بشكل أكبر، وهذا الشيء الذي أيضا الفدرالي لا يريده في الوقت الحالي على الأقل. نفس الشيء الذي شهدناه خلال سبتمبر الماضي عندما قامت الصين بتخفيض قيمة اليوان، وشهدنا من الفدرالي أيضا الإبقاء على أسعار الفائدة، قد تكون نفس الحركة الذي نشهدها حاليا. نور، اليوم اليورو كأنه يعود إلى مستويات بداية شهر فبراير أو نهاية شهر يناير، طبعا يعني شهدنا تقليص معظم هذه الأرباح التي شهدناها في بداية العام. اليوم كيف ترى تحركات اليورو، وهل التراجعات الحالية هي مراهنة على البنك المركزي الأوروبي؟
بالتاكيد ارقام اليوم الناتج او مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي الذي هو يعني اهم الارقام انخفضنا الى 0.7، هذه ادنى مستوى منذ عام بالتحديد، لذلك الجميع الان يعول على انه نشهد بالفعل المزيد من الاجراءات، سواء ان يكون بخفض اسعار الفائده على الودائع بشكل اكبر او تمديد البرنامج التيسير الكمي ما بعد 16 ما بعد سبتمبر من العام او عفوا مارس من العام 2017. لذلك هذا الشيء الذي يضغط على اليورو، لكن الآن مستويات 1.9 لا زالت هي الأهم، أي إغلاق ما دون مستوياتها أو هذه المستويات على المستوى الأسبوعي هذا الشيء الذي قد يضغط من جديد، لكن الشيء الذي يضغط على اليورو ضغطا بشكل أكبر يجب أن نشهد المزيد من التيسير الكمي وليس فقط خفض أسعار الفائدة على الودائع كما حصل في اليورو خلال المرة الماضية عندما تم خفض أسعار الفائدة على الودائع، وحتى أيضا الين عندما تم خفض الأسعار الفائدة على الودائع شهدنا ارتفاع لكل من العملتين. نعم، وايضا ترى هذا التدهور، يعني هذا التدهور بالنسبه للاسترليني على وقع طبعا ما ننتظره بالنسبه لاستفتاء ربما خروج او عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، الى اي مدى يمكن فعلا ان يتحمل الاسترليني مزيد من التراجع حتى نصل الى موعد الاستفتاء؟ يعني هل الاسواق ترى او تستطيع ان تضغط على الاسترليني بسهوله؟ بالتأكيد يعني هذا الذي شهدناه خلال الفترة الماضية، يعني يوم الجمعة انخفضنا بشكل كبير مرة أخرى دون مستويات الأربعين وصلنا تقريبا إلى أعتاب 38، لازلنا نعتقد أن 37 ممكنة في الوقت الحالي ونعتقد أنه احتمالية حتى نصل إلى ما دون مستويات 35 حتى وصول الاستفتاء، لكن الضغط سيأتي مرة أخرى من جديد من أكثر من شيء. أول شيء الحافز الأساسي الرئيسي هو أنه استمرار البنك المركزي بالحديث عن عدم رفع أسعار الفائدة، أرقام التي شهدناها من بريطانيا خلال الفترة الماضية من ناحية العجز أيضا لازالت بارتفاع، وحتى البوروينج أو اللي هي الاستدانة الدولية لازالت أيضا مرتفعة على عكس الوعود التي كانت تقول فيها الحكومة. والشيء الثالث أنه المخاوف من احتمالية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في آخر استطلاع وصلنا إلى 55% يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، لذلك هذا الشيء بالفعل قد يبقي الضغط على الجنيه الاسترليني على الأقل 37-35. عندما نصل إلى تلك المستويات ننتظر تفاعل الأسواق مع تلك المستويات أولا، لأنه لا توجد مستويات دعم مهمة دون هذه المستويات قبل مستويات حوالي 30. نعم، ونور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في اي دي اس سيكيورتيز، شكرا لهذه المشاركة. إذا هذه الضغوط الواضحة على الاسترليني ربما قد تنتعش راح يعني هذه الأسعار لاحقا عند الوصول لموعد الاستفتاء، وقد تكون فرصة للشراء ربما يعني في هذه المرحلة. نذهب إذا إلى فاصل قصير وبعده سوف نكون مع أسعار